السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا دكاترة ويا أساتذة ويا باشمهندسين، طلابنا الأعزاء، طلاب سنة تانية ثانوي، أهلا بكم معانا في تاني ليسون من الليسونز بتاعتنا بتاعت شابتر 1 في السكند ترم. دي تالت حصة لينا نبدأ فيها مع بعض. قبل ما نبدأ كويز 1 ونحله، هنبدأ نعمل مع بعض ريفيجن سريع على كل الجزء اللي احنا أخدناه قبل كده. دكاترتنا وأساتذتنا، كان كل كلامنا قبل كده الفترة اللي فاتت ان احنا اتكلمنا عن حاجة اسمها types of bones. اتكلمنا عن types of ايه؟ of bones. يعني هعمل هنا كده عنوان كده اهو، تمام؟ هعمل هنا كده عنوان باللون الاسود اهو، هكتب فيه types of bones وهطلع بالنسبة لي حاجتين، حاجة اسمها ionic وحاجة اسمها covalent bones. حلوة قوي. يبقى هبدأ كلامي وهبدأ كتابتي مع حضراتكم في الجزء ده، ان انا هكتب هنا chapter lesson 1 بيتكلم عن حاجة اسمها ال types of bond، حاجة اسمها ال types of bonds. انواع البونز عندنا، اول حاجة درسناها وكلمنا عنها حاجة اسمها الايونيك bond، وفي حاجة تانية عندنا اسمها ايه؟ اسمها الكوفيلنت bond. حلوة قوي. عندنا ايونيك وايه؟ وكوفيلنت. قلنا وشرحنا واحنا بنتكلم قبل كده ان الايونيك هي عبارة عن بوند بتتكون بتوين حاجتين. ايه هما الحاجتين دول يا مستر؟ بتوين ميتال ومين كمان يا قاضي؟ اند نون ميتال. واهم حاجة عند شرط كمان، لازم 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 ان اللي يكون الديفرنس بينهم في الالكترونيجاتيفيتي يكون ايه يا دكاترة؟ ها، يكون الديفرنس between them in electronegativity بيبقى more than اكتر من 1.7. دول الشرطين بتوعنا عشان الايونيك بوند تتكون. طيب بعد ما كوننا الايونيك بوند وعرفناها، اهم حاجة هي الاكزامبلز بتاعتها. الاكزامبلز بتاعت الايونيك بوند خدنا 1 2 3 examples على الايونيك بوند، او خدنا 2 مهمين جدا مشهورين قوي. مين الاثنين اللي خدناهم او التو كومباوندز المهمين قوي اللي احنا اتكلمنا عنهم يا دكاتره؟ اول كومباوند مهم قوي اتكلمنا عنه في الايونيك بوند كان حاجه اسمها ال NaCl، وال NaCl ايونيك بوند بتتكون بين ال N وبين ال Cl، والفرق بينهم في الالكترونيجاتيفيتي كان ب 2.1، وكان ده بيعمل لنا سترونج ايونيك بوند. وخلي بالك من ضمن البروبرتي بتاعت الايونيك بوند ان هي بتكون اول حاجه او الايونيك كومباوندز كلها بيكونوا جود كوندكتور اوف هيت اند الكتريستي، عندهم هاي ميلتنج اند بويلنج بوينت. كل ده بيكون معتمد على الفرق في الالكترونيجاتيفيتي بتوين ذم، وكل اكويوس سوليوشن بتاعهم كوندكت الكتريستي. لكن خلي بالك الايونيك كومباوندز في السوليد ستيت دازنت كوندكت الكتريستي. حلو قوي. خدنا ال NaCl ان ده ايونيك، وخدنا اكزامبل تاني زي MgCl2. طب يا مستر في حاجه تاني غير دول؟ ايوه، في كتير جدا. اي تو كومباوندز او اي كومباوند في تو اليمنتس بيتطبق فيهم الشروط دي فهم بيمثلوا لنا ايونيك بوند. يعني انا عندي الصوديوم، تحتها البوتاسيوم، تحتها الروبيديوم، تحتها السيزيوم، كل دول بيمثلوا لنا ايونيك بوند. حلو قوي. طيب ايه كمان بقى يا مستر؟ قال لك ظهر عندنا جزء اسمه اكسبشنز. اكسبشنز بتاعت الايونيك بوند، في كومباوندز عندها نفس البروبرتي بتاعت الايونيك لكن مش ايونيك، زي ال AlCl3 ده اكسبشن ومش ايونيك. ومين كمان يا مستر؟ NaH ده ايونيك بس عنده اقل من 1.7. ومين كمان؟ ال HF ده عنده اكتر من 1.7 بس ما عندوش ايونيك بروبرتي. ده كده بالنسبه لنا اهم الحاجات اللي قلناها في الايونيك. بعد كده دخلنا على حاجة اسمها الكوفيلنت، ولما جينا اتكلمنا يا دكاترة في الجزء بتاع الكوفيلنت قلنا الكوفيلنت دي هي عبارة عن بوند بتتكون او بتحصل عن طريق الشير بين ايه وبين ايه يا شباب؟ ها، الكوفيلنت دي ليها ديفينيشن، ديفينيشن بتاعها كان سهل جدا وجميل جدا جدا جدا. اتكلمنا ايه في الكوفيلنت بوند وقلنا؟ قلنا يا دكاترة ان الكوفيلنت بوند هي بوند بتتكون عن طريق الشيرينج، ها، between ايه يا شباب؟ between two non-metals.
share between two non-metals or more. حلوة قوي دي اسمها كوفيلنت. واهم حاجة عندي في الكوفيلنت ان انت تكون عارف وفهم انواعها. الكوفيلنت ثلاث انواع، واحد اتنين ثلاثة. حاجة اسمها pure covalent، دي حاجة مهمة قوي. حاجة اسمها non-polar، non-polar اهو covalent. وفي حاجة كمان اسمها ايه؟ اسمها polar covalent. كل دول بيمثلوا لنا انواع من الكوفيلنت. طب يا مستر البيور الخلاصة ان هي بتحصل between similar. similar ايه حضرتك؟ similar atoms. كلام جميل حلو قوي. طب والنون بولر طبعا زي بعض، زي مين؟ ها زي ال H2، زي ال Cl2، زي ال O2، كل ده اسمه سيميلر. طب النون بولر دي بوند بتحصل بمين؟ بتوين ها دي بتحصل بتوين سيميلر اتومز، تحصل بتوين كومباوندز من زيرو لحد كام حضرتك؟ لحد 0.4. بتكون اكتر من زيرو، بتكون مور ذان زيرو لحد 0.4. واشهر اكزامبلز عليها الكومباوندز اللي بتتكون بين السي والاتش، والكومباوندز اللي بتتكون بين الاس والاتش. حلو جدا، دي اسمها نون بولر. البولر قلنا بتتكون بتوين اتومز عندها فرق في الالكترونيجاتيفيتي اكتر من 0.4 مور ذان 0.4 لحد 1.7، وممكن تزيد على 1.7 مفيش مشكلة. خلي بالك اشهر اكزامبل عليها ان و اتش في الامونيا، اتش و او في الووتر، اتش و سي ال في الهيدروكلوريك اسيد. دي بالنسبة لنا الاكزامبلز المهمة ان انت تحفظها قوي على الكوفيلنت بوند. حلو قوي. عايزين نعمل كده مسرحية نبدأ بيها الكلام بتاعنا والشرح بتاعنا. ايه المسرحية دي؟ ها انا عندي سي ال، وهعتبر نفسي اني انا سي، انا الكلورين، انا الكبير في الالكترونيجاتيفيتي بتاعتي بفري. وهعمل بوند ثلاث مرات في ثلاث حاجات، مره مع السي ال، ومره مع الاتش، ومره مع الان اي. مره مع السي ال، ومره مع الاتش، ومره مع الان اي. طول عزو الغالي عشان نفهم الجزئيه دي هي بتاعت ال CL وال NA وال H وال CL، هنعملها كده مع حضراتكم بمسرحية. بص هتخيل كده حضرتك ان انا مثلا ال CL، انا الكبير، انا ال CL اللي هو ايه؟ اكبر واحد في الالكترونيجاتيفيتي. ونفترض مثلا ان في حد كده مثلا واقف قدامي هو ال NA، وانا هعمل معاه كيميكال رياكشن. واقول لكم ثانية واحدة، بقول لك يا عبد الرحمن ما تيجي تشتغل مع بعض المسرحية دي؟ تعالى وحش كده، اتفضل. حلو قوي، هو بقى انت هناك كده زي الفل كده 100 100. تعالوا بقى يا جماعه، بص الناس ركز معايا قوي. انا ودكتور عبد الرحمن حبيب قلبي يعني من الناس المحترمه قوي قوي الغاليين عليا. دكتور عبد الرحمن انت معاك الالكترون بتاعك خلاص، وانا معايا الالكترون بتاعي، كل واحد بيمسك الالكترون كده قدام الناس كده عشان الناس تشوفه. حلو قوي عبود باشا، ايه اخبار الكيمستري معاك؟ تحبها؟ ربنا يستر يا رب. طيب بص يا عبد الرحمن باشا، انا دلوقتي السي ال، انا الكبير، انا الكبير طبعا اكيد يعني انا بصور صح. طيب انا مين؟ انا السي ال، وانا الاكبر في الالكترونيكتيفيتي. استناك دقيقه واحده بس هرجع لك تاني ما تقلقش. بص يا دكتور، بص يا عبد الرحمن باشا، الان ايه الالكترونيكتيفيتي بتاعتها ب 0.9، والاتش الالكترونيكتيفيتي بتاعته ب 1.2، والسي ال الالكترونيكتيفيتي بتاعته بكام؟ ب 3. اتفضل الالكترون بتاعك وانا معايا الالكترون بتاعي. بص دلوقتي ركز معايا، انا مين؟ انا مين يا دكاتره؟ انا مين يا وحش؟ حلو قوي. وانت دلوقتي بتتقمص شخصيه مين؟ صوديوم، حته صوديوم زي الفل. تمام، انا دلوقتي عندي الكترون وهو عنده الكترون، فانا همشي كده اتمشى كده ناحيه عبد الرحمن. ازيك عبد الرحمن باشا حبيب قلبي، عامل ايه الاخبار؟ خدت الالكترون بتاعه ومشيت، هو ولا حس اي حاجه. يا عبد الرحمن ما ينفعش كده، خدت الكترون، فين الالكترون بتاعك؟ خدته بقى ماشي. المهم انا دلوقتي خدت من مين؟ من الصوديوم الالكترون بتاعه من غير حتى ما اتكلم معاه ولا حتى اعبره، خدت الالكترون ومشيت. ليه؟ عشان الفرق في القوه بيني وبين الصوديوم، مش بيني وبين عبد الرحمن اكيد، بيني وبين الصوديوم كبير. الكلورين ب 3 والصوديوم ب 0. كام؟ جايبين تهزقوني هنا ولا ايه؟ صح؟ والصوديوم بكام؟ 0.9. فالفرق بيننا في الالكترونيجاتيفيتي بيكون ماله؟ بيكون كبير جدا. فهروح اخد منه الالكترون وامشي من غير حتى ما اسال ولا اكلمه ولا اعبر في حاجه، او اعبره في حاجه خالص. حلو. طيب عشان كده
الكلورين مع الصوديوم. لو جينا عملنا بوند هنا او شرحنا كده الحته دي على شكل بوند زي ما انت واقف زي ما انت من غير اي حاجه خالص، لو شرحنا دي على شكل بوند هنقول ايه يا دكاتره؟ هنقول ان ايه، ان ايه بتعمل لوز فبتكون بوزيتيف اي، والسي ال عندها 1 2 3 4 5 6 7 الكترون هتعمل جين لالكترون كمان اهو وتكون عندها نيجاتيف ايون. انا السي ال خدت من الصوديوم من الالكترون بتاعها وبقى عندي 8 الكترونز. البوند هنا بقى اسمها ايه يا شباب؟ بقى اسمها ايه يا دكتوري؟ بقى اسمها ايونيك بوند. حلو قوي. يبقى الايونيك بوند بتحصل بين تو اتومز، واحد عنده هاي الكترون نيجاتيفيتي والتاني عنده لو ميتال ونون ميتال وبيسحب منه الالكترون. طيب نكمل بقى الكلام بتاعنا والمصلحه بتاعتنا. عبد الرحمن باشا بعد اذنك، الالكترون بتاعك ده حافظ عليه قوي، مش اي حد كده يعدي ياخد منك الكترون، مش هينفع. عشان تهزقوني ولا ايه؟ امسك اقوى حاجه عندك ماشي، بس مش قوي يعني. طيب دكاتره دلوقتي انا السي ال وعبد الرحمن بالنسبه لنا هو الهيدروجين، انا الالكترون نيجاتيفيتي بتاعتي بكام؟ ب 3 انا الكبير طبعا، وعبد الرحمن بكام؟ دكتور عبد الرحمن ب 1.2. انا دخلت على دكتور عبد الرحمن طبعا، الفرق بيننا مش كبير، مش هينفع اخش اخد منه الالكترون كده. اجمل حاجه عندك فين الجيم يا ابني؟ فين الجيم يا ابني؟ بروح الجيم كل يوم، ده شد اجمل حاجه. ايوه كده، مش هينفع اخش عبد الرحمن اخد منه الالكترون بتاعه. هعمل ايه؟ هضطر انا اخش كده. ازيك عبد الرحمن عامل ايه حبيبي عبود؟ ها ايه اخبار الدنيا معاك والكيمستري والدنيا تمام زي الفل؟ عبد الرحمن بقول لك ايه، ممكن استاذنك بس في حاجه بعد اذنك يعني، انت راجل محترم انا فوق راسي من فوق، ممكن اسحب الالكترون ده ناحيتي بعد اذنك يعني تسمح لي؟ تسيبيش ده من الناس؟ ماشي ماشي زي ما انت كده، هاخد الالكترون ناحيتي وانا معايا الالكترون بتاعي اهو. ارجع ورا بقى كده، اخر حاجه عندك اهو الالكترون ناحيتي انا اكتر، اقرب مني انا بعيد عن عبد الرحمن وقريب مني جدا. اصبحت انا كده عملت بوند اسمها ايه؟ هشرح بيه وارجعه تاني. هعمل بوند كده اسمها ايه؟ اسمها يا دكاتره بولر كوفيلنت بوند. حصل شير، ما اخدتش من عبد الرحمن الالكترون اللي معاه، انا بس سحبته ناحيتي شويه. فالكومباوند بقى عامل ازاي؟ بقى عامل كده اهو يا شباب، بقى اتش وسي ال، الكترون كان هنا والكترون هنا، ايه اللي حصل في الالكترونز؟ ها الالكترون راح ناحيه السي ال اللي هو الاكبر منه. حلو جدا، بص كده وركز معايا اهو، فتكون على ده بارشال بوزيتيف وكون على ده بارشال ايه نيجاتيف، ودي بنسميها بولار كوفيلنت بوند. طيب عبد الرحمن الالكترون بتاعك بقى مفيش اي حد في الدنيا كلها ياخده منك، وريني كل الجيم اللي بتنزله اقوى حاجه عندك دلوقتي. انا سي ال ب 3 وانت سي ال ب 3 راس براس. لو انا دخلت دلوقتي وجيت اتخانق مع عبد الرحمن اقول له بعد اذنك انا عايز الالكترون بتاعك وانا معايا الالكترون بتاعي اهو، دلوقتي هيحصل بينا مشكله وخناقه كبيره. انا هسحب هو هيسحب، راح شو عليا انا هسحب براحتك يا عم، هسحب هو ايه عبد الرحمن هيسحب. في الاخر خالص اخر ما هنزهق احنا مع بعض، الالكترون هيبقى فين؟ جاوب يا وحش قول. ما بيننا فين؟ اقرب ليه ولا اقرب ليك؟ في النص. ليه؟ عشان احنا قد بعض. الله ينور عليك، عشان الفرق بيني وبينه في الالكترون نيجاتيفيتي ماله قد بعض. شكرا ليك يا دكتور عزو الغالي، الف شكر ليك. نرجع نكمل تاني مع بعض يا دكاتره. ها فهمتوا السيكونس ماشي ازاي؟ ده كده الكلام او السيكونس، الجزء اللي بيشرح لك ويفهمك انواع البونز اللي اتكلمنا عنها قبل كده يا دكاتره ويا اساتذه ويا باش مهندسين. نبدا بقى نحل مع بعض الكويز بتاعنا، يلا بينا نحل الكويز بتاعنا في الفيديو الجاي.